يا مرحبا وسهلا وحياكم الله، مساء النور والسرور والورد والياسمين وكل شيء جميل، وحياكم الله في قناة الفجر. خليني أكمل يا مروة. حياكم الله في برنامجكم وعلى برنامجكم 7 على 7 وعلى قناتكم قناة الفجير اللي هي مطلع الشمس. مروة، مساء النور والسرور والورد والياسمين. الله شعر بعد. يسعد مساك ومساك ورد وسرور وسعادة، ويسعد مساكم مشاهدينا وين ما كنتوا تابعونا اليوم في برنامج 7 على 7. اليوم عنا أكيد مواضيع وايدة بنتحدث عنها، زين مروة. وغنية بتكون مروة. الحلقة نعم. أنت اللي يغلط في حقك تسامحينه؟ أنا عندي قاعدة اللي هي 5x5، اللي هي إذا الموقف ما بيأثر خلال 5 سنوات القادمة ما يستحق أكثر من 5 دقائق حزن فأسامح. لا لا، فالمفروض أنه يكون عندنا مبدأ الـ 5x5. كيف ها 5x5؟ يعني اشرحي لي. يعني أنا الحين، أنا إذا الحين اللي غلط علي والجرح بيروح بعد سنة أسامحه؟ هي حرام عليك، شو تقولين أنت؟ يعني المفروض إذا هو ما يأثر عليك شخصيا خلال الـ5 سنوات القادمة تنسى، وما يستحق منك أكثر من 5 دقائق حزن. لا 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 لا، لكن في عام التسامح شو المفروض؟ سامح بس تدرين، أنا أقول لك، أنا أيام المدرسة كنت صف رابع خامس ابتدائي كذا يا مروة، سرق مني واحد كرة، أنا كنت مودي كرة على حصة الرياضة، فلما سرقها مني لين تخرجنا وتخرجت من الجامعة شفتها بعدي ما مسامحنا. أنا البراية عقدتي في الحياة البراية في المدرسة، دوم تنسرق ودوم أدور عليها وما في قلمي دوم مكسور. سامحتيهم اللي سرقوا؟ سامحتهم، شو أسوي بعد؟ زين الحين زين، انا اكمل لك. ففعلا في ناس صعبه مروا عليهم ان هم يسامحون، لان في تقريبا الجرح احيانا يكون عميق على الشخص. كيف اقول لك؟ مثلا لما التاثير يكون كبير وعميق على الشخص فما يقدر يسامح، ما يقدر حتى لو ما كانت 5 سنوات، لكن الجرح يكون فعلا داخلي، فكيف اقدر اسامح؟ لكن في بعض الاحيان ان المفروض ان نحن نسامح، لان اول شخص بيتعب واول شخص يعاني هو الشخص اللي ما بيسامح. الشخص اللي يسامح هو اكيد بيعيش مرتاح وبيكون ايجابي، واول شخص يتضايق هو اللي يحقد واللي يشيل في قلبه. صحيح. زين تدرين ان اهم شيء لما نزرع نحن التسامح نزرعه في الاولاد الصغار؟ صح، فعلا. في مشروع حلو اسمه مشروع على نهج زايد. نعم. هو الناتج مشترك بين وزاره التسامح ووزاره التربيه والتعليم. جميل. انهم يزرعون فكره التسامح وروح التسامح بين الشباب الصغار. نعم. وهذا المشروع ايضا اللي خبرتنا عنه يهدف لتعزيز القيم التسامح والتعايش السلمي وقبول الاختلاف ايضا بين الاديان، الجنسيات. صح. تقبل الجميع. صحيح. تقبل ايضا راي الاخر. التسامح اكيد في له وايد يعني مثل اللي سرقوا برايتك واللي سرقوا كورتي كنا بنسامحهم، لان في كيف اقول لك، في روح للتسامح وفي رساله للتسامح. خلينا نشوف الفيديو هذا يلا ونرجع. يلا يلا يا مشاهدينا. لاحظنا عبد العزيز ان في هذا الفيديو فعلا في تعاون بين المدارس الخاصه والحكوميه في الدوله علشان غرس معنى التسامح وتعزيز معنى التسامح. صحيح. عند الاطفال، ومن الجميل انه يكون من الطفوله. صح. ينزرع. صحيح. وكانت رعايه كريمه من سمو الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح للمشروع تعزيز التسامح في المدارس. فعلا. وكان بحضوره، كان شيء حلو فعلا، حلو ان احنا نزرع التسامح. نعم. في الاطفال والشباب. شو يعني اليوم في الحلقه؟ خبرنا عبد العزيز. يلا. اول شيء راح يكون عندنا ملتقى الشارقه للشعر العربي، شعراء من الكويت. أيضا ويانا ملتقى الفجيرة الدولي للتعدين 2019، وعدنا فوز مسرحية مدق الحنة بجائزة أفضل عرض مسرحي في مهرجان الشرق للمسرح الخليجي. أيضا استعدادات الدولة للاحتفال بيوم الطفل الإماراتي، واستعدادات الدولة للاحتفال بيوم الطفل الإماراتي مع بعض قلناها على فكرة. متحمس علشان يوم الطفل الإماراتي؟ صح؟ يمكن تدرين أنت يعني
للأطفال شيء جميل فعلا. ليالي مساء النور والسرور. مساكم نور وسرور وفرح وتسامح وتسلية وثقافة من خلال برنامج 7 على 7. شو عندك من أخبار حلوة اليوم؟ كلنا سمعنا مروة عبد العزيز عن الصيدلية الروبوتية، ولكن الصيدلية الروبوتية في مستشفى الفجيرة قامت بصرف عبد العزيز أكثر من 131 وصفة طبية، وذلك حسب دراسة أجرتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع حول هذا المشروع، يعني مشروع استشرافي للمستقبل بامتياز. العديد من المهن ليالي أصبحت اليوم مهددة بالانقراض، إلا مهنة المذيع أيضا أصبح في مذيعين روبوت مذيع أيضا. خلينا نسمع الأخبار وياك ليالي. بالتأكيد، شكرا لكم. حياكم الله مشاهدينا الأكارم أينما كنتم تتابعونا، أرحب بكم إلى هذا الاستعراض الإخباري لليوم الموافق 13 من آذار مارس 2019. بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة بارلين فيابوري رئيس جمهورية موريشيوس بالنيابة، وذلك لمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة بارلين فيابوري. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي برافين كومار جورج ناوث رئيس وزراء جمهورية موريشيوس. على صعيد آخر، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المرسوم الاتحادي رقم 26 لسنة 2019 بتعيين وكلاء نيابة عامة بالنيابة الاتحادية، ويبلغ عددهم 13 وكيل نيابة. وقد أدى وكلاء النيابة الجدد اليمين القانونية أمام معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل، الذي رحب بانضمام مجموعة من خيرة أبناء الدولة من حماة القانون إلى منظومة العدل والقضاء، مؤكدا أن صروح السلطة القضائية في الدولة تأمل منهم الكثير في سبيل تعزيز سيادة القانون والعدالة الناجزة واتخاذ كل ما من شأنه التيسير على المتقاضين وحفظ الحقوق والمعاملة الحسنة. في شق مغاير، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله منافسات المرحلة الثانية من مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة التي أقيمت في مدينة دبي الدولية للقدرة بالسيح السلم على كأس الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 119 كيلومتر، حيث شهدت مشاركة كبيرة بلغت 365 فرسا مثلوا نخبة الخيول بالإسطبلات الخاصة داخل وخارج الدولة. في إطار مختلف، أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة أن كتابة القصص التاريخية بأسلوب جيد وبطريقة سلسة وروائية تسهم في تقبل المنتج الثقافي التاريخي بدون التوهان خلف هذه الوقائع. جاء ذلك خلال كلمة سموه التي ألقاها في حفل إطلاق كتابي سيرة مدينة وبيبي فاطمة باللغة الإنجليزية في العاصمة البريطانية لندن. وقال سموه: قصة أحد الكتب هذه قصة حقيقية موثقة بتوثيق صحيح، ولكن هناك صراع بين القصة التاريخية والقصة الخيالية. التاريخ في طريقة سرده صعب، خاصة عند الناس الذين لا يتقبلون الثقافة كمنجز إنساني. هنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أم الإمارات، هنأت الأمهات والأطفال لمناسبة الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي الذي يصادف 15 من مارس من كل عام. وقالت سموها في كلمة لهذه المناسبة: إن الطفل الإماراتي يحظى بكل اهتمام ورعاية، فقد وفرت له الدولة
كل السبل أو سبل الأمان والاطمئنان والحماية وكل وسائل العلم والرعاية التي تهيئ أطفالنا للمستقبل وهم ينعمون بحاضر مزدهر. مضيفة سموها أن الطفل هو صانع المستقبل ورجل الغد، لذلك علينا أن نعمل من أجل أن نوفر له كل المقومات التي تمكنه من أن ينمو نموا سليما، سواء صحيا اجتماعيا أو ثقافيا. وفي خبرنا الأخير لهذه الليلة، توقع المركز الوطني للأرصاد تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي مصحوبا بامتداد منخفض جوي علوي، يعمل على تدفق السحب ليلة غد الخميس وبعد غد الجمعة من الغرب باتجاه الدولة، خاصة على البحر والمناطق الساحلية والشمالية والشرقية، ليكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم مع سقوط أمطار متفرقة وقد تكون رعدية أحيانا. وسوف يزداد تكاثر السحب مساء يوم الأحد مع سقوط أمطار تستمر ليوم الاثنين، وتكون الرياح نشطة السرعة وقوية أحيانا. اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانتين. إليكم مع عبد العزيز ومروه. اللهم أمين. ليالي نشكرها أكيد على الأخبار، لكن الحين عندنا يوم الخميس لين يوم الاثنين إن شاء الله تساقط أمطار إن شاء الله على الدولة، ومن أكثر الأشياء اللي أحبها هي سقوط الأمطار، لكن في بعض الأحيان يقولون حتى يقول لأن المطر بالذات له ريحة وصبة. الله شعر. عندك طموح؟ أكيد كلنا في جلسة اسمها هي جلسة تحدي الطموح، هي جلسة توجيهية عقدت في كليات التقنية العليا في كليات الفجر للطالبات اليوم. كانت أيضا هذه عبد العزيز إحدى مبادرات المؤسسة الاتحادية للشباب ضمن برنامج 100 موجة. طبعا أكثر من 700 شاب وشاب وشابة من مختلف إمارات الدولة، وكان نخبة من القيادات اللي توجهتهم. حلو لما الدولة تزرع روح إن الإنسان يسعى لطموحه ويقدر يحققه، مثل الجلسات هي فعلا تأثر على الشباب. زين ليش نتكلم وايد؟ خلينا نشوف التقرير. أشكر مجلس الاتحاد للشباب على هذه الدعوة الكريمة، على هذا البرنامج المتميز اللي يجمع بين شباب الوطن وبين بعض المسؤولين أيضا في الجهات الحكومية والخاصة. حقيقة يعني أنا أحس اليوم تعلمت أكثر عن ما أعطيت. الطاقة الموجودة عند الشباب وعند البنات هي طاقة عظيمة، هي تلهمنا، هي بالعكس طاقة كبيرة تخلينا أكثر الواحد إن يعمل من أجل هؤلاء الشباب بشكل أكبر وبشكل أفضل. الجلسة كانت ممتازة متميزة مثل كل مشاريع مجلس الشباب، والتفاعل كان أيضا متميز، ونتمنى إن شاء الله اليوم الشباب منهم استفادوا من هذه الجلسة. بلادنا كل حد يكون فيها يقدر يحقق أي حلم يحتاجه. بلادنا فيها أفضل بيئة لتحقيق أي حلم، سواء كان هذا الحلم شخصي أو تطوعي أو تجاري أو عملي أو حكومي. فأقولهم انتهزوا الفرصة، هاي فرصة تاريخية. الحمد لله نحن محظوظين ببلادنا، محظوظين بقادتنا، محظوظين ببيئة العمل الموجودة عندنا، محظوظين ببيئة الأعمال وبيئة الاقتصاد الموجودة عندنا. انتهزوا هذه الفرص، خلكم شغوفين دائما، حطوا خدمة الوطن في اعتباركم، دائما ضيفوا قيمة جديدة للحياة، دائما خلكم مبدعين، خلكم مبتكرين، خل أفكاركم جديدة متجددة، وإن شاء الله بتحصلون يعني عوائد كبيرة جدا ترضيكم وترضي الوطن عنكم. اليوم عقدت المؤسسة الاتحادية للشباب جلسة توجيهية حول الطموح، استضفنا فيها سعادة سعيد العطر. الجلسة جدا مهمة لأن اليوم الطموح بداية لكل إنجاز، بداية لكل شيء جميل، وبداية كذلك لصناعة المستقبل. الطموح هو وقود كل شبابنا، فإحنا من المهم جدا كشباب نفهم كيف نحول طموحاتنا إلى أهداف واقعية، كيف نجعلها مستقبل من اليوم إن شاء الله. إحنا جلسات 100 موجه نستضيف فيها شخصيات وقدوات عملوا في مختلف القطاعات. الهدف إن نحن نفهم كيف تغلبوا على التحديات،
ونفهم كذلك كيف نجحوا في مختلف القطاعات، وكذلك كيف ممكن أن نحن نصنع من أمثالهم المئات والآلاف. اليوم نحن قوتنا في قوة نوعيتنا، وإن شاء الله شبابنا دائما نوعيتهم هي الأفضل في العالم. مروة، تقرير مميز طبعا. سمعت أن الطموح بداية لكل إنجاز. فعلا اللي ما عنده طموح ما راح يقدر يوصل لشيء ولا راح يتقدم. مروة، أنت قلتي تحب الشعر تحت الهواء، قلتي صح لي. سألتك تحت الهواء. أنا أقول لك، أنا أحب الشعر وأحب ملتقى الشارجة للشعر العربي اللي يكون كل شهر. نعم. وهالشهر كان خصصوا له شعراء من الكويت. جميل. نظموا أيضا بيت الشعر بدائرة الثقافة في الشارقة ليلة أمس، كان أتوقع البداية في أو كان في عدة شعراء من دولة الكويت بحضور من خبرنا؟ طبعا كان شعراء من الكويت، نخبة من شعراء الكويت. طبعا الشارجة دوما قاعد دوما اقول طبعا طبعا الشارجة دوما محافظة على التراث، وهذا توجيهات صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي الله يحفظه ويطول بعمره ويرحمه على حاكم الشارجة. راح نعرف تفاصيل اكثر عن ملتقى الشارجة للشعر العربي اللي كان في الشهر هذا شعراء من الكويت. معي عبر الهاتف الاستاذ محمد عبد الله البريكي، مدير بيت الشعر في الشارجة. اهلا وسهلا. مرحبا أخي عبد العزيز وأختي مروة وكل من يتابع هذا البرنامج الجميل، وأهلا وسهلا بك. يا مرحبا بك. مرحبتين. أستاذ محمد، خبرنا عن ملتقى الشارقة للشعر العربي. أولا أنا أشكركم على حبكم للشعر، يعني اعترافكم هذا ومحبتكم للشعر هو محبة للإنسانية، لأن الشعر هو يعني فعل أو إنسان وهو للإنسانية. أنا دعوني أولاً أقتبس من كلامكم وكلام الأخ عبد العزيز أو في التقرير، أو كما ذكرتم في تقريركم بأن الدولة بيئة، يعني هي بيئة إبداعية، هي تشجع على الإبداع، وعلينا أن نستغل هذه الفرص فيها هذا الشغف والحب المحبة الكبيرة للعمل والعطاء، واستغلال هذا الفرص من أجل الوطن وحب الوطن. حب الوطن يجعل الإنسان يقدم ما يستطيع ويستغل كل فرصة وكل دعم من أجل أن يقدم الشيء الجميل والأفضل. أنا في الفجيرة هناك أنشطة نحن نتابعها من خلال هيئة الفجيرة للثقافة، أنشطة ثقافية إبداعية جميلة، ودائما ما ندعو الله أن تستمرها، يستمر هذا العطاء وهذا الدعم من قبل القيادة في دولة الإمارات بشكل عام. صحيح. أما حينما نتحدث عن الشارقة فكما تعلمون أيضا هناك رؤية ومشروع متكامل من قبل صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله، ونحن في دائرة الثقافة بالشارقة وبيت الشعر تحديدا يعني معنيين بالشسمة بالاهتمام باللغة العربية وبالشعر العربي. جميل جدا. أستاذ محمد، مدى أهمية يعني انعقاد الملتقيات هذه كل شهر، كيف تشوف الأهمية على المجتمع؟ شوف، حينما نتحدث نحن سنتحدث إذن عن الملتقى الشهري شعراء من الكويت، أمسية البارح أقيمت الأمسية بلقاء مجموعة ليلة كويتية كان فيها شعراء مختارين من خلال متابعتنا لهذا المشهد. هذه اللقاءات يعني حينما ننظمها في بيت الشعر بدائرة الثقافة بالشارقة أو تنظمها الشارقة على السقف الأعلى حينما نتحدث عن الشارقة، فإننا نتحدث عن لقاء الإنسان بالإنسان. الشعر يجمع الإنسانية في مناخ وفي تحت مظلة الإنسانية. نلتقي بمجموعة من الشعراء بعد تتبع هذا المشهد الشعري في هذا البلد، ويلتقي هؤلاء الشعراء ينقلون محبة وثقافة وهوية بلدهم إلى البلد الآخر، كذلك هم يتعرفون على أيضا ثقافة وهوية وعادات وتقاليد هذا البلد. هذا المناخ هو الذي يعني يعني ما نركز عليه أيضا بجانب مع الجانب الإبداعي. أستاذ محمد، من هم الشعراء المشاركين من دولة الكويت؟ شارك معنا البارح الشاعر سالم الرميضي، والشاعر صالح الأجهر، والشاعر عائشة العبد الله، والشاعر رجل القحطاني. كان نعم. عندنا أربع شعراء، وهم شعراء طبعا معروفين على الساحة الكويتية وبعضهم في اتحاد الكتاب وغيرها. نعم. أستاذ محمد عبد الله البريكي، مدير بيت الشعر في الشارجة، أشكرك على المعلومات اللي زودتنا فيها عن الملتقى، ونتمنى لكم كل التوفيق.
شكرا لكم جميعا. شكرا. الحين بنروح من الشعر لموضوع الرياضة. رياضة. أكيد تحب الرياضة صح؟ يعني أنا أحبها بس من طرف واحد. ليش من طرف واحد؟ هي ما تحبك؟ هي ما تحبني. زين. خبرنا عن بطل صراع العروش يتوج بلقب أقوى رجل في دبي. تدرين هذا الريال اللي يشيل وايد أقوى رجل في العالم؟ شوف دبي. في العالم لكن الحين موجود في دبي. يعني بدينا. أنا أقصد موجود في دبي. أنت غلطتي بس ما تبين تبينين إنك أنت غلطتي. عام التسامح. سامحنا. البطولة توج بلقب أقوى رجل في العالم. طبعا اللي تعرفين هاي الريال اللي يشيل وايد أشياء ويتحمل ويشيل أثقال كبيرة. وش اسم البطولة مروة؟ سترونج مان. وأول مرة تقام في شرق أوسط طبعا البطولة فعلا. هاي في دبي. زين أنا أحب الرياضات هاي المختلفة عن النمط اللي غير عن الرياضات الثانية. ولا كيف أنت تتفقين وياي؟ أنا بعد بس أكثر شيء حبيته أن النجم العالم الأيسلندي المتوج بلقب عقب تمكن من رفع وزن 520 كيلو جرام. كيف قدر 520 كيلو جرام يعني وين 20 فرق زين ربع زين خلينا نشوف التقرير هذا محرج على فكرة خلينا نشوف التقرير هذا يلا طبعا وجود بطل العالم في دولة الإمارات وفي دبي تأكيد على أنه من خلال البطولة التي أقيمت النسخة الأولى العام الماضي بأنه سعيد أولا بتواجده للمرة الثانية سعيد بمشاركته أيضا في النسخة الثانية التي تقام في 26 أكتوبر من هذا العام سعيد أن يكون أيضا تدريبه من خلال محطة وجوده في دبي أيضا هناك أبطال آخرين اختاروا دبي على أساس تكون محطة دائمة لتدريباتهم طبعا لما نتكلم على بطولة العالم نتكلم على أبطال عالمين نتكلم على بطولة لها صيت عالمي كبير جدا ومن خلال النسخة الأولى لاحظنا عدد المتابعين والمهتمين سواء محليا أو عالميا لاحظنا اهتمام بطل العالم شخصيا بالعودة إلى دولة الإمارات ودبي بأنه وجد الإمكانيات التي تسهل عليه وجد أيضا الظروف مناسبة كطقس وجد الأشياء اللي هي تتوفر لأي رياضي موجودة هنا فبالتالي سيكرر تجربته في النسخة الثانية وأتمنى إن شاء الله تكون في النسخة الثالثة I really enjoy Dubai. Dubai is great, and what is happening here is great for the strength sport, great for strongmen. It's going to bring more eyes to the sport. This great sport, I think, is going to, you know, if people try it out, they're really going to love it. You know, it's just amazing sport. The sport of strongmen is still growing, and. It's growing each year, and I think it will be very popular in the next couple of years. مثل ما شفنا هذا هو نجم مسلسل صراع العروش عروش جيم اوف ثرونز هافثر مثل ما شفته ما شاء الله طويل وضخم وفعلا اقوى رجل يعني الله يعطيه الصحه والعافيه عن حسده ولا شيء تبارك الله ما شاء الله تبارك الله والعافيه مروه راح نروح نشوف وياك او راح نتعرف على ملتقى الفجيره الدولي للتعدين لعام 2019 وطبعا تنظم مؤسسه الفجيره الموارد الطبيعيه تحت شعار الامارات ارض التسامح نعم وتفاصيل اكثر مع هذا الموضوع مع ضيفتنا الموجوده الحين ويانا الاستاذه مريم محمد الزحمي مدير إدارة مراكز الخدمات في مؤسسة الفجيرة للمواد الطبيعية للموارد الطبيعية هلا مرحبا فيك اهلا وسهلا فيكم اول شيء نشكر استضافتكم وقاعدين هالوجه الطيبة حبيبتي طبعا بخصوص ملتقى الفجيرة الدولي الحمد لله رب العالمين هذا العام السابع على التوالي ينعقد ملتقى الفجيرة الدولي السابع للتعدين والمعرض المصاحب له طبعا يأتي بتنظيم من مؤسسة فجيرة موارد طبيعية بالتنظيم مع وزارة الطاقة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالمغرب
يأتي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن حمد الشرقي عضو المجلس أعلى حاكم إمارة الفجيرة وولي عهده سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي. ما شاء الله أستاذة، يعني تحدثتي وجاوبتي على السؤال الأول. ما شاء الله. زين، الأهداف اللي والمحاور اللي راح تركزون عليها بالدورة هذه إن شاء الله. الأهداف في عدة أهداف عندنا لهذا الملتقى، والحمد لله رب العالمين كل سنة عن السنة اللي بعدها نحط أهداف جديدة وتكون فعلا متطورة وتعطي نتائج جدا ممتازة لهاي السنة. فمن أهم الأهداف هاي السنة اللي هي تعزيز وتطوير الاستثمارات العربية والأجنبية بقطاع التعدين ودعم قطاع التعدين لتوفير فرص عمل جديدة وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة في القطاع التعديني والصناعي وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة ذات العلاقة بهذا القطاع وتحقيق التنمية المستدامة خلال إعادة تدوير المخلفات لخلق صناعات جديدة وتحديث القوانين والتشريعات للاستثمار التعديني وتعزيز دور الصناعة التحويلية لرفع من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. نعم، إنزين، ما أهمية الملتقى لمؤسسة القطاع والتعدين؟ يعني شو أهميته؟ الحمد لله رب العالمين لأهمية جدا كبيرة. من 7 سنوات وإحنا كل سنة تزيد أهميتها عن السنة السابقة، فأصبح له مردود اقتصادي لمحلي الفجيرة والاستفادة من تبادل الخبرات مع الدول الأخرى. الحمد لله رب العالمين قطعنا شوط كبير في هذا الملتقى، كنا محلي وأصبحنا الحين دولي وفي دول من جميع دول العالم مشاركين معنا في قطاع التعدين، زائد أن تكون في اللي هو توقيع اتفاقيات ومذكرة تعاون مع جهات محلية أو اتحادية أو خاصة كان داخل الدولة أو خارج الدولة من دول أخرى. يعني أستاذة مريم، أنا ومروة ما نعرف الأمور هاي وايد، أحس شوية صعبة علينا، نبى نعرف بعيدة عن مجالاتنا، خلينا نقول بالمعنى الأصح، يعني شو يصير في الملتقى هذا وفي المنتدى، شو اللي تطرحونه أنتوا؟ يعني نحن كالفجيرة شو اللي ننتجه، شو اللي نقدمه للعالم، شو اللي نحن نطلع برا على الفجيرة في مجال التعديل، مثل شو يعني؟ سامحيني بس انا يعني ابى اعرف. لا بالعكس، انا يعني انا لاني يعني الحمد لله يعني شغاله في هذا الملتقى من 7 سنوات، فجدا سعيده اني اليوم اتكلم فيه. هذا الملتقى يجمع كل القطاعات التعدينيه من دول العالم، تقريبا حتى اكثر من 25 دولة وصلنا من دول العالم يشاركون في هذا الملتقى لتبادل خبراتهم لكل عرض كل التطورات الموجودة في كل دولة. يعني مثلا هو هناك عنده مثلا تقنيات حديثة احنا اللي نستفيد منها، او احنا مثلا عندنا مواد تصدير في دولة ثانية تستفيد منها. أوكي. فهذا كأنه يجمع دول العالم في لزيادة الانتاج الاقتصادي. نعم، هو هذا الملتقى مو بالأول، ولكن شو الفرق بين هذا الملتقى والأعوام السابقة؟ هذا الملتقى تميز بعدة أمور، منها طبعا من ضمن احنا عندنا جلسات أوراق عمل علمية. الحمد لله رب العالمين هذه السنة تميزت بأنها أوراق حتى المحاور مالتها نزل محاور جديدة ما قعدنا نكررها مالت السنوات اللي طافت. طبعا من أهم هذه المحاور الجديدة اللي نعتبرها جديدة اللي هي المساحة السياحة الجيولوجية والتراث الجيولوجي. طبعا من أهم هذه المحاور اللي هي دور الصناعات التحويلية المبتكرة في رفع القيمة المضافة واستكشاف واستغلال وتصنيع المعادن الصخور الصناعية والأساليب والنظم الحديثة لإدارة وتحسين كفاءة الطاقة والصحة والأمن والسلامة. بعد هذا يعتبر محور جدا جديد ومميز لأنه يجمع كل الأجهزة والتقنيات الحديثة لتأمين هذه القطاعات، لأن أصبحت الفترة جميل. الأخيرة كلها مشاكل بس على هذه القطاعات من ناحية الأمن والسلامة. جميل أستاذة مريم، أشكرك أنك أنت قايمة على هذا من 7 سنوات وأنتم لكم دور كبير في مؤسسة الفجيرة الموارد الطبيعية في هذا الملتقى وفي هذا المنتدى. عفوا، كيف تشوفين يعني المنتدى هذا وين أضاف إمارة الفجيرة في المجال الاقتصادي في بالأخص في التعدين؟ يعني وين صرنا الحين مكاننا نحن في العالم؟ وانتوا لكم دور كبير طبعا. طبعا طبعا، أول شيء هو يعتبر يمكن من أهم الموارد الاقتصادية لإمارة الفجيرة التعدين طبعا. ووصلنا خلال هذه السنوات الأخيرة للعالمية لدوليا. قبل ما كان حد يعرف عن تعدين الإمارات أو بالذات في إمارة الفجيرة، وللعلم أن التعدين
بالإمارات كاملة يرتكز فقط في إمارة الفجيرة ورأس الخيمة، لكن الفجيرة نعتبرها قطعة شوط كبير جدا مقارنة برأس الخيمة، والحمد لله وصلنا لل الحمد لله رب العالمين. نعم. حلو السنة الثانية. أنا عندي سؤال ممكن أقاطع؟ من الدول المشاركة اللي خبرتينا أن في عدة دول مشاركة في هذا الملتقى، من هي الدول اللي شاركت في هذا الملتقى؟ عندنا تقريبا أغلب دول الخليج، البحرين، الكويت، المملكة العربية السعودية، نعم، وعمان. عندنا من الدول العربية المملكة المغربية وتونس والجزائر والمغرب ومصر والسودان، ومن الدول الأجنبية الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسبانيا، فعندنا عدة دول عربية وأجنبية. الله يوفقكم إن شاء الله. بس أنا في سؤال المفروض كنا نقوله، متى راح تبدون إن شاء الله، متى راح تبدأ بداية المنطقة؟ راح يكون إن شاء الله بتاريخ 18 مارس إلى 20 مارس 2019 إن شاء الله. إن شاء الله. وسمعنا أن راح يكون في يعني فعاليات مصاحبة. نعم. طبعا بيكون في معرض مصاحب. هذا المعرض المصاحب يضم جهات تقريبا 22 جهة اتحادية ومحلية وقطاعات خاصة، كلها مرتبطة بقطاع التعدين، لعرض خبراتهم وإذا كان عندهم تقنيات لكل دول العالم للاطلاع عليها. ما شاء الله، الله يوفقكم إن شاء الله. شكرا لك أستاذة مريم محمد الزحمي، مدير إدارة مركز الخدمات في مؤسسة الفجير الموارد الطبيعية. يا هلا وسهلا فيكم ونشكركم على هذا اللقاء، وأخص الشكر إلى أعضاء اللجان اللي يشتغلون وبادلين جهود كبيرة جدا في نجاح هذا الملتقى، وأخص شكري إلى مديرنا وقائدنا المهندس علي قاسم اللي دائما هو داعم لنا في نجاحات هذه كلها. كل التوفيق لكم يا رب إن شاء الله. الحين بنروح لبطولة فريجي لكرة القدم ويمنو. طبعا بطولة فريجي من أنجح البطولات اللي صارت على مستوى إمارات الفجيرة. يا مروة صدقين حتى صداها صار على مستوى دبي، على مستوى الإمارات بشكل عام، لأن رجعت من الماضي الجميل. الماضي الجميل دوما كنا نحن نجتمع نلعب بطولات يا مروة بين الفرجان، بس الحين اجتمعت وصارت بطولة منظمة، وطبعا كانت تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ محمد، من الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي الله يحفظه ويطول بعمره. آمين يا رب. وكان اهتمام كبير. المباراة بين منو ومنو؟ كان بين مربح والبردي الجمعة الماضية، واللي فازت فيها مربح 2-1. اوكي، نشوف التقرير ويا بعض. يلا. البطولة هذه طبعا بطولة مهمة جدا، اولا لانتسابها لشخص عزيز علينا الله يرحمه ويغفر له. البطولة طبعا جهود متميزة لشباب اماراتي ومجموعة متفانية متطوعة لإقامة بطولة من البطولات الناجحة. افضل ما في البطولة اشتراك فرق مختلفة حتى خارج الامارات ومن مدن ثانية رغم ان اسمها فريجي. طبعا فريق مربح أبلى بلا حسن. أنا أعتقد اليوم سمعت أخبار طيبة أن هذه البطولة راح تستمر بأسماء وأشكال مختلفة. أنا أعتقد إحنا بحاجة مثل هذه البطولات، بحيث أن تكون فيها نوع من التآلف والتوالف ونوع من استكشاف بعض المواهب، وكذلك تشجيع ودعم مساعدة المؤسسات في رعاية الأحداث وخلق نوع من التآلف ونوع من الفكر الرياضي. طبعا هذا اعتقد انه شرف لنا ان نحصل على اول بطوله باسم سمو الشيخ حمد بن سيف الله يرحمه، فبحد ذاته هذا شرف لنا صراحه، ما يعني بغض النظر عن يمكن كره القدم، ولكن بطوله تحمل باسم المغفور له باذن الله حمد بن سيف شرف صراحه. اعتقد ان البطوله كل الفرق يمكن كانت قويه وما في مباراه كانت سهله، ولكن الحمد لله مجهود الشباب يعني وتركيزهم ما راح الفاضي، والحمد لله في النهايه توجنا يعني، واقول هارد لك وحظ اوفر للفريق الخاص البردي. طبعا بطوله فريجي واحد اللي كانت تحمل شعار الشيخ حمد بن سيف القلب،
تعتبر من أنجح البطولات اللي حصلت في الساحل الشرقي وقبلت بنجاح كبير ولله الحمد. مستوى الفرق من الناحية الفنية كان جدا ممتاز وظهرت مواهب رائعة في البطولة ولله الحمد. كما شفت المباراة النهائية والحفل الختامي كان أجمل ما يكون، حضور جماهير كبير وحضور المسؤولين أيضا. وكما نشكر سمو الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي على رعايته الكريمة للبطولة، وأيضا لا ننسى الشركات الراعية والداعمة للبطولة، وأيضا الجهة الإعلامية والمؤسسات الإعلامية وعلى رأسها تلفزيون الفجيرة اللي ما قصروا وكانوا متابعين الحدث أول بأول من بداية البطولة وحتى نهايتها. حلو شعور الفوز فعلا. في بعد فوز موجود ويانا، فازت بجائزة أفضل عرض مسرحي في مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي اللي هي دورتها الثالثة مسرحية مسرحية مدق الحنة لفرقة مزون المسرحية من سلطنة عمان. راح نعرف أكثر معي عبر الهاتف الأستاذ يوسف بن محمد البلوشي، مؤلف ومخرج مسرحي. أهلا وسهلا. اهلا وسهلا، شكرا لكم، شكرا على هذا التواصل، ويعني دائما الفوز فرح حقيقه، شكرا لكم. الله يخليك. لو تعطينا نبذه عن مهرجان الشارجه للمسرح الخليجي في دورته الثالثه. نعم، اولا من نتحدث عن الشارقه يعني لابد نتحدث عن قيمه كبيره للفن والمسرح والثقافه بشكل عام حقيقه بقياده هذا الرجل الشيخ سلطان القاسمي حجم الشارقة. يعني مدينة الفن، مدينة المسرح حقيقة، يعني مهرجان بمستوى عالي، مهرجان يعني نحن كمسرحيين خليجيين من أهم اهتماماتنا أن نشارك بهذا المهرجان، لعله أنه يكفي أنه يحمل اسم الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. يعني هذا مهرجان به الكثير من الزخم المسرحي الخليجي والعربي، ولعله عندما يكون مهرجان خليجي حقيقة فيكون له يعني طعم أو يعني يكون هناك نوع آخر من المنافسة، وأيضا تنافس مسرحي خليجي جميل كما نتنافس نحن دائما أحباء الخليجيين سواء في المسرح أو الرياضة. صحيح صحيح. فمن الجميل، كل الشكر ل الدكتور حاتم الشارقة. الله يحفظه إن شاء الله. على تقدمه وعلى ما يقدمه لنا جميعا كعرب وخليجيين للمسرح. استاذ يوسف، خبرنا عن قصة المسرحية مدق الحنة اللي فازت بالجائزة. نعم، المسرحية هي يعني هو الهدف منها التوق للحرية أو الغاية، والفطرة الإنسانية دائما يعني البحث عن حرية، والإنسان دائما ما يصل صراعات من أجل الحصول على الحرية. يعني هي قصة مدينة، هذه المدينة تعرضت للاستغلال أو السيطرة من قبل أحد أبنائها، ويعني حيث المسرحية تتكلم عن الفساد وما إلى ذلك، ولكن المسرحية محفظة الجو التاريخي، وأيضا حاولت أن من خلال النص الكاتب عباس الحاج أني يعني أضيف تيمة شعبية الخليجية وبالذات التيمة الشعبية العمانية، وحتى أنا قمت بتغيير عنوان العرض من سابقا كان عرض العنوان الرئيسي او عنوان العرض المسرحي كان ام الخير، حولته الى مدق الحنه. كلنا يعرف الحنه دائما طقوس الحنه للفرح للسعاده، ولكن هناك في هذا العالم نقول من يحاول ان يمنع الفرح، من يحاول ان يمنع السعاده. نتمنى لكم كل التوفيق، المؤلف والمخرج والمسرح الاستاذ يوسف بن محمد البلوشي. اكيد الحين بنروح فاصل ورادين لكم، خلكم ويانا. رجعنا لكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل، واشتقنا لكم في فترة الفاصل مروة. نعم، شو رايك في الثقافة؟ وايد وياها ولا؟ فعلا أكيد يعني وايد ويا الثقافة، إعلام يعني المفروض أن نهتم في الثقافة، لأن صح؟ المذيع المفروض يكون مثقف ويثقف عمره ويقرأ كتب علشان يكون صح. يعني وحلو لما نشوف التنوع الثقافي موجود في مكان واحد. نعم، نتعرف على الثقافات المختلفة،
نشوف أمور كثيرة. أنا أحب المهرجانات الثقافية وفي فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان خرفكان الثقافي اللي نظمت إدارة الثقافة بالمنطقة الشرقية في منطقة اللؤلؤية. المفروض أن نحن نزور المهرجان ونشوف هذا الشيء الجميل في خرفكان مهرجان الثقافي أكيد ونستفيد منه. وأكيد شملت فعاليات المهرجان عدد من العروض المتميزة. بنروح أنا وياكم وعبد العزيز علشان نشوف هذا المهرجان في خرفكان مهرجان الثقافي. يلا. مهرجان خرفكان الثقافي في الدورة الرابعة طبعا ما في شك مهرجان بتوجيهات من لدن حاكم الشارقة حفظ الله تعالى في الحراك الثقافي في الشارقة وفي المنطقة الشرقية بشكل خاص. وبالتالي هذا المهرجان لله الحمد يعني متجدد ومهرجان بثوب وبحلة أخرى مختلفة تماما. ما يميز هذا المهرجان فيه العديد من الفقرات، نبدأ بالفلكلور المحلي وهناك أيضا مثل ما لاحظتوا كان هناك في ورشة جميلة جدا للأطفال أشرفت عليها شرطة الشارقة، وأيضا قبل شوية كان عمل مسرحي خاص للأطفال، وبعدها إن شاء الله بحول الله تعالى راح يكون هناك في الأمسية شعرية مميزة من السعودية من الإمارات الشعراء طبعا راح يكونوا فيها. هناك أيضا فرقة أيضا جميلة جدا للعزف. كل ذلك من خلال هذا اليومين اللي هو الهدف رفع الذائقية والهدف أيضا الارتقاء بفكر الإنسان والهدف أيضا نوع من التأكيد على قيم لابد نوصلها للمجتمع ولكل شرائح المجتمع. أول شيء الله يعطيكم العافية أهل الإمارات جميع على الاستقبال والحفاوة الطيبة صراحة اللي ما بغريبة عليكم وأنتم أهل الكرم وهالجود. الشيء الثاني المشاركة في هالمهرجان، أنا أول مرة أشارك في مهرجان خرفكان لكن للأمانة أنا ذهلت وانطباعي كان جميل جدا على الأشياء اللي شفتها فيه، وصراحة إن شاء الله أتمنى لكم التقدم السنة إن شاء الله ورا السنة إن شاء الله تكون الأفضل بإذن الله. الشاعر طبعا ظهوره الإعلامي وممكن هو صقل موهبته الشعرية تتم عن طريق المهرجانات أو الظهور الأمسيات الشعرية المفتوحة أو المباشرة، فالمهرجانات تخدم كثير الشعر جدا يعني، فهي أعتقد أنها منبع للشعر أو منبع لخدمة الشعراء. نحن كثير سعيدين أنه لو عم نشارك بمهرجان خرفكان، طبعا هي أول مشاركة لنا بهذا المهرجان ونحن دائما بنشارك بكل المسابقات والمشاركات والمهرجانات الموجودة بالإمارات بشكل عام. بنحب نحن ننشر الموسيقى بأسلوبنا وطريقتنا الخاصة، ومنحب هيك دائما ندمج الموسيقى الغربية والشرقية بأسلوب مميز. عبد العزيز مفروض نحن السنة الجاية نسير لمهرجان خرفكان الثقافي لأن فعلا فقراته وفعالياته متنوعة وجميلة. ضروري ضروري نروح أنا وياك إن شاء الله ونستمتع. أنا أحب المهرجانات هذه وايد إن شاء الله. تعرف عقب باكر شو فيه؟ يوم الطفل الإماراتي. صحيح. أنا ما بقولك أنت تحبين اليهال هي ولا لا، كيف علاقتك باليهال؟ أنا وايد أحب اليهال لأن فعلا أحس ملائكة تمشي على الأرض. أيوة. فعلا انتي مثلهم شيبس وكاكاو 24 ساعة وخلنا ساكتين أحسن. خلنا نتكلم أكثر عن يوم الطفل الإماراتي 15 مارس. مشاهدين الكرام معانا هنا في الاستوديو الأستاذة غفران فواز العلي مشرفة في حضانة الجليلة، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. إن شاء الله ما غلط في الاسم أستاذة. لا صح. أهلا، كيف الأمور إن شاء الله؟ طيب الحمد السادة. لله الله يسعدك. طبعا أنتوا عندكم مبادرة أطلقتوها في حضانة الجليلة. صحيح. نعم. خبرينا عن هذه المبادرة في يوم الطفل الإماراتي اللي بيكون بيصادف في 15 مارس اللي هو عقب باكر. هي نحن حضانتنا حضانة الجليلة عملنا مبادرة ليوم الطفل يوم الطفل الإماراتي، إيمانا بنا بحقوق الطفل إنه حق اللعب حق التعلم حق الحياة بأمان. مبادرتنا هي حتكون بكرة، نحن حناخذ الأطفال في رحلة خارجية على خرفكان. هاي الرحلة حتتضمن فعاليات متعددة
وفي منها كمان حيكون قسم رح نعمل مثل حفلة شواء بسيطة للأطفال يا هيك. يا سلام. شلوني وياكم. عبد العزيز بيروح وياكم. شلوني وياكم. يا ريت. متى بتكون إن شاء الله؟ إن شاء الله بكرة الصبح. الصبح شواء والمساء أنا. والمساء سبعة. تبي وياكم أنا إن شاء الله. إن شاء الله وحيكون في فعاليات كتير مميزة والأطفال حيعملوا أنشطة وأعمال يدوية. يعني والمكان اللي حناخذهم فيه هو مؤهل لاستقبال الأطفال. إنزين شو حنطلع من روتين الحضانة أصلاً. جميل. شو أهمية الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي؟ يوم الطفل الإماراتي إحنا حنحتفل فيه مشان تعزيز الثقة للطفل ويفتخر إنه فيه له يوم كل العالم عم تحتفل فيه. هو هذا اليوم يعني حيكون فخر وثقة له وإنه يعني راح يكون مميز بالمجتمع. صح. وهو أصلاً يعني عضو أو يعني مميز في يشعر يعني بأن له دور فاعل في المجتمع حتى ولو هو طفل. طبعاً لأنه هو طفل مثل البذرة بس تزرعيها وتعتني فيها ونحن جوات الحضانة عم نعتني بهالإشي البذرة هي عم نكبرها عشان تعطينا ثمار حلوة منها. صحيح. تعطي دولة الإمارات أشياء حلوة ويكون فعال. صحيح. في المجتمع. أستاذ غفران للأطفال في يعني عندهم وايد حقوق غير الحقوق حق التعليم وغيره. في حق اللي. مثلا لما الاب يقعد مع ابنه يسولف يا ولا الاخ يقعد ويا اخوه الصغير. صح. هالامور نحن للاسف الشديد حق التعبير عن النفس ان الولد يتكلم يا مروه يعبر ما يخاف. صح. شو توجهين المجتمع يعني كيف يشجعون الولد انه يطلع ويتكلم ويعبر ويعيش حياته؟ اي اهم نقطه انه الولد لما يجي يحكي لك اي شيء اعطيه اهميه ركز معه احكي له اه صح انت هيك رح نحكي احكي لي شو اللي صار معك ما تعطيه رد فعل انه انت خلص انا ما حاسمعك بعدين او انت مثلا الاب هلا كل السوشيال ميديا وهالاشياء 24 ساعه ماسكين 24 ساعه. صح. لازم نعطي الطفل انه حق التعبير عن النفس هو هذا مثل ما حكيت حضرتك اهم حق. صح. نعم. في اولاد شيطانيين هين المشكله مروه. صحيح. في مشاغبين أولاد ما شاء الله عليهم مشاغبين احنا نسموهم شياطين احنا عندنا اللهجه المحليه يعني الولد هذا ما شاء الله عليه ينحب اكثر ما تدرين ليش. صح. لانه شيطاني. صح. ويكسر ويدمر الاشياء اللي في البيت لكن يبقون يحبونه. هو الطفل المشاغب عن جد يعني باي مكان له حصه بالقلب يعني غير كل الاطفال. ذكي لانه. صح. لانه ذكي وبيخزن معلومات وانت ما سالته بيعطيك المعلومه. أنا الصح. انا خليني اسال مروه انت كنتي مشاغبه لما كنتي صغيره؟ انا كنت وايد مشاغبه في المدرسه يعني مشاغبه نمبر 1 دوم في الطابور يطلبوني عقب استويت انسانه هاديه. استاذه غفران تفضل. تدرين ان هي للحين تدخل الاستديو عندنا معاها شيبس وكاكاو ما تاكل غيرهم ودوها الحضانه وياكم يبوها المسا على البرنامج. تفضلي متشرفه. على فكره انا ما عشت طفولتي لاني في عمر صغير كنت وايد الانسانه الواعيه والمشاغبه. الحين احس ان انا رجعت طفله ورجعت اعيش طفولتي. تفضلي فيكي. خبرينا. تفضلي حبيبتي. الحين خبرينا لازم اسير وياهم باكر اوزع شيبس بعد عندهم في حضانه الجليله. خبرينا عن خططكم المستقبلية. خططكم المستقبلية. هي تطوير الطفل انه نزرع جواته انه لازم هذا الطفل يكون عنده مقومات انه يصير في مراتب اعلى. صح. لازم الطفل الاهل يفتخروا فيه ونحن نفتخر فيه. لازم يكون يعني لما يكبر انه يكون مثال اعلى في دولة الامارات انه الولد يكون يعني اخذ كل الصفات الجميلة. صحيح. وخططنا المستقبلية أنه نحن عم نحط في حضانتنا بحضانة الجليلة عم نزرع جواته الطرق التعليمية عن طريق اللعب عن طريق المرح ما عم نعطيها كأساسيات عم نعطيها كطريقة لعب ومرح وتسلية إن شاء الله. شو تشوفين الحين التحديات اللي تواجه الطفل في هذا الزمن؟ لو في تحديات كثيرة أصعب التحديات اللي تواجه الطفل. الإلكترونيات هي يعني هي اللي عم تدمر هالأطفال وما عم تعطي أي شيء. يعني نحن حتى عنا نقطة مهمة نحن التلفزيونات شبه ملغية عنا. صحيح والله. نحن كل يعني نحن من 7:30 لحد 2:30 3 بس مع الطفل. جميل. عم نحكي معه عم نتحاور معه عم نشغل إيديه يدويا يعني أي شيء الولد بيحبه عم نخليه لون أرسم أعمل اي شيء نحن عم نساعده ينمي مهاراته ما يدمرها باشياء ثانيه. صحيح. هذا الجميل لان للاسف يا مروه
لما الطفل ويستاذ غفران لما الولد يقعد على الايباد وعلى التلفزيون فعلا. والام راي تحسين الكسل يروح، حتى الولد اللي فيه روح حلوه روح المشاغبه يفقدها مع جلسه الايباد. مع جلسه الايباد صح. وعلى طبعا. فكره هو الطفل المشاغب هو طفل ذكي صح؟ صح، واللي يكسر واللي يبغى يعرف شو داخل اللعبه صح. احس انه هو طفل ذكي، هذا حب الفضول عنده. نعم. في بدايه حلقتنا اليوم كنا في موضوع نتحدث عن موضوع التسامح وعام التسامح. نعم. ان المدارس الحكوميه والخاصه اصبحت الحين تدعم هذا الموضوع وترخصها عند الاطفال والابناء صح. كيف تسوون هذا الموضوع في حضانة الجليلة؟ هل تساعدون الأطفال في أن يكونوا متسامحين في عام التسامح؟ طبعاً نحن عملنا أكثر من فعالية لعام التسامح، يعني نحن كل أسبوع عندنا فعالية ليوم التسامح، ونحن يعني عملنا أشياء كثير مميزة بحضانتنا، ومن ضمنها أنه نحن رحنا للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة عملنا يعني، ورغم هذا كمان جبناهم لعنا على الحضانة وعملنا لهم أشياء ترفيهية وخلينا الأطفال تشاركهم ولعبوا مع بعضهم، يعني كتير كان منظر كتير حلو. أنا اللي أحبه بعد مروة وأستاذ غفران لما الولد يقعد يقول القصة كتير حلو صح، تشوفين الخيالات اللي صح. موجودة صح. ويعني لما يصير حدث ولا شيء ما أبى أسمع الحقيقة، أبى أسمع من نظر ولد، أبى أستمتع وأضحك. والله أنا عندي جوة الصف كتير أولاد يعني بيحكوا لي أشياء، سرنا مع بابا، سرنا مع ماما، يعني أشياء والله. كل واحد لما قاعدين، أنا ما قاعد مع الأهل، كل واحد يخلي أبوه بطل من أبطال العالم. صح. يعني الأبطال مش موجودين يعني، فاهم علي؟ يعني يقول أبوي سوى كذا وكذا، فالثاني يسمع يرجع يرد عليه بشيء أقوى. صح. فأنت تستمتعين على براءتهم الموجودة. صح، اللي بحكي لك أبوي مال شرطة وأبوي مال صح. بعض الأحيان أيضا عبد العزيز وأيضا أستاذة غفران الطفل يكون عنده خيال واسع فيألف، فنحن نعتبر هذا الولد يكذب، ولكن هو خياله الواسع، هو خياله الواسع يعني يمكن هذا حق التعبير فعلا، هذا هو حق التعبير صحيح. اليهال أنا مجموعة يهال قاعد وياهم في البيت عندنا، شغفهم إنه يكون عندهم يوتيوب، أقول لك قصة حلوة. تفضل. قناة على اليوتيوب تقصد؟ هاي بنت أختي، فمسافرين دولة، فشوفي كيف البراءة، أنا قصة وايد حلوة اسمعي مروة. يلا. ففي مسافرين دولة برا، الدولة هاي عندهم معتقد إنك أنت لما تعدين تحت الشجرة هذه، يكون عندك أي أمنية تقولينها في قلبك تتحقق. ما شاء الله. فطافوا كذا الأب قال لها طوفي، فهي من طافت بصوت عالي تقول يا رب يكون عندي قناة في اليوتيوب. شدي كيف يعني تقول يا رب يكون عندي قناة في اليوتيوب، فعندهم حب وشغف وبراءتهم، يعني شوفي كيف البراءة عندهم صح. أحلام يبون يوصلون لها صح، لأنه هلا أغلب اليوتيوب صاير كليات وعائلات عم تعمل إنه شو عم بيصير معها بالحياة اليومية. يعني أنا حتى عندي بناتي بيشوفوا مثلاً بيحكوا لي ماما في عائلة مثلاً كذا صار معهم هيك صار معهم هيك صار معهم هيك صح. نعم. والله يعني أنا يعني حتى الحياة العامة أو الخاصة اشتركت باليوتيوب صح. في أطفال أحس سوري تفضل. لا لا تفضل إذا أنت. في أطفال أحس شوي من طفولتهم صعبي المراسل اللي هو إنه صعب تتعاملين وياه صح. في حضانة الجليلة هذا العمر الصغير كيف تقدرون إن تسوون كنترول عليهم؟ تسوي كنترول عليهم من طريق تعطيهم عطف وحنان، تعطيهم عطف وتعطيهم حنان. يعني أي ولد تيجي بيحكي لك أنت حكي له تعال يا ماما، يعني أنا أي ولد مثلا بحكي له تعال ماما تعال تعال حبيبي تعال، يعني أنا ما بحسس بحكي له تعال أو لا، أي كلمة بحكيها بحكي له ماما، أي كلمة بحكيها بحكي له ماما. أي ولد ما كان عنيد وكان شديد، هلا في أولاد كتير بتيجي شديدة البكاء يعني بتضل مثلا شهر وهي عم تبكي بدها ماما ماما، بس أنت بالحنية تبعيتك راح تشديه لإلك. يعني أنا هذا النموذج صار بالحقيقة عندي بالصف، ولد ضل يبكي بكاء بعدين يعني بس لحاله إجا لعندي وإجا لعندي وضل بحضني وماما ماما ماما وخلص. يعني فيهم براءة حلوة جدا فعلا. أنا أقول لك يعني حتى لما الواحد يكون طول اليوم برا لو ما قاعد مع واحد كبير في السن سبحان الله أو ولد صغير ما راح يرتاح، تحسين إنه يبي يقعد مع واحد صح. على طبيعته يتكلم صح. على طبيعته في يهال، في نوع من اليهال أستاذ غفران شيطاني وايد يتحرك وايد يكسر الأمور ويحرك نوتي. الأمور هي بعض أولياء الأمور ما يعرفوا كيف يتعاملون معها صح. كيف صح. ممكن يعني مثلا بعد الحضانة أو بعد المدرسة كيف ممكن يتعامل مع هالولد؟ أحيانا تكون يكون المكان صغير تلقينه يكسر يطلع يروح هو الولد طبيعته فيها نشاط زايد، كيف ممكن هو طبيعته فيه نشاط زايد، بس أنت لما أنت ما حيكون الأب
والأم مثلا مثل المعلمة، لأن هذا شغل المعلمة. أنا بدي أضلني أحاوره كل الوقت، أنا بدي أضلني يعني أشوف شو اللي عنده، بدي أشوف شو تخزينه، وأنا أعطيه شو اللي عم بتخزن جواتي، أنا رح أعطيه لهالولد مشان ينمي جواته، مشان يعطيني ثمرة حلوة بالآخير. الأب والأم ما حيكونوا مثلا يعني عندهم مثلا ماشي ماما يلا احكي شو اللي صار معك، ما عندها الوقت الكافي مثلا انه مثلا هي عندها طبخ وهي. اما الوقت اللي بيجي فيه لعندي على الحضانه انا حكون له لحاله. صح. اما بالبيت لا، بعد الحضانه الحين انتم في امور تزرعونها في الولد. صحيح. تعلمونها في الولد. صح. بعد الحضانه هل في امور تعطونها لاولياء الامور او ترشدونها انه يقدر يتعامل فيه مع الولد؟ والله احيانا يعني في امهات بحكونا شو نعمل معهم، بحكي لهم اعملوا هالطريقه، يعني حاوري جيبي له يرسم، جيبي له اشياء، اعملي له هيك يعني اشياء بسيطه. في اشياء منتشره اللي هي يوم ولد او طفل يطيح يقولون له اضرب الارض علشان ان يعني ياخذ حقه، ولكن قريت من فتره قصيره ان هذا يشجع الولد على العنف. صح. أنا صحيح. عندي ولد. كيف صح. إذا طاح ولد نخليه إنه بالعكس إنه يكون متسامح أيضا، يعني ما يكون نربيه على العنف بطريقة غير مباشرة. لا لا إذا يعني أي ولد مثلا مثل ما حكيت إذا بطيح على الأرض أو شيء نحكي له لا 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 شاطر شاطر يلا خلص خلص طريقة تشجيع. نحن تدرين شو لما مثلا يمشي وضرب بالغلط الكرسي لا يرجع يضرب الكرسي ويقلع الولد. لازم لا. هذا الشيء يشجع على العنف، بيعلم الولد العنف. يعلم سبحان الله. أنا إحنا شيء صغير يقومون فيه الأبهات والأمهات ممكن أنه يخرب الطفل. معنا شيء صغير جدا 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 يعني. أو إذا الأم مثلا إذا الولد مثلا طاح أو إشي تضرب مثلا دد أو هيك مثلا تضرب الكنباية، هذا غلط إنه أنت عم تعلميه أشياء. للأطفال مواقف وايد حلوة ومضحكة وسعيدة، وأنت موجودة في حضانة يعني. صح. أنا خبرة تقريبا 4 سنين ما شاء الله. أنا شوفي أنت الله يعينك، وانت محظوظة والله يعينك في نفس الوقت. تدرين ليش؟ لان الولد حلو لمده ساعه، نحن عندنا ريايل نحب الولد لمده نص ساعه 40 دقيقه بالعكس. بعدين لما يصيح ويحن خلاص يعني ما نقدر. بالعكس انا معاهم من 7:30 للتنتين ونص 3 معاهم ما بمل. بالعكس والله حلو كثير حلو. زين مثل ما في الاعلام متعه، في التدريس وفي الحضانه ايضا متعه، كلنا عندنا متعه. ولما يكون الكادر معينة. الكادر معك جوات الحضانه مثل حضانه الجليله مريح والإدارة مريحة، صدقني حتكون يعني بقمة الرياح. مروه نتمنى لهم كل التوفيق. باكر شو رايك نروح وياهم ان شاء الله؟ يلا بنروح انا يا ريت. باكر انا ومروه لازم نكون وياكم ان شاء الله. تفضلوا يا ريت. باخذ وياي كيس الشيبس وبصيروا وياي بتنورونا. بما انه يوم الطفل انا عندي 3 أصدقاء اطفال ابى اشكرهم على الهواء هنا اساس لما يشوفوني ما يزعلون مني. اقول لصديقتي ريم يونس كل عام وانت بخير، وريان يونس كل عام وانتم بخير، وحور سعيد هم اصدقائي الاطفال. نوجه يعني لهم تحيه، وانا الحين بعطي الشيبس لعبد العزيز عشان ياخذ لكم. شو رايك تاخذ الشيبس لهم؟ هم ما ياكلون شيبس، ممنوع. ها؟ ممنوع الشيبس لهم. ممنوع. هذا غفران هي تاكل شيبس بس انا منع الشيبس على الايقاف. احنا ما نعينوا عنا في الحضانه ممنوع. شفتي كيف يعني انت مش تروحين حضانه بعد؟ ممنوع. استاذه غفران فواز العلي مشرفه في حضانه الجليله، شكرا لك واستمتعنا وياك. ونحن بالاكثر. نشكرك حبيبتي نورتينا. نحن بالاكثر تشرفنا بمعرفتك. وصلنا الحين لنهاية حلقتنا لليوم من برنامج 7 على 7. تصبحون على ألف خير. دوم يقولون لا تقولين تصبحون على ألف خير، لا تصبحون على سعادة. تصبحون على سعادة علشان ما بننام الحين. بترقد الحين؟ أنا إن شاء الله أرقد، أنا ما أحب أسهر وايد. تصبح على خير. وأنتي من هلا. مشاهدينا الكرام إلى هنا تنتهي حلقة اليوم. شكرا لك مروة، شكرا لجميع الطاقم العمل، شكرا لضيوفنا، شكرا لمشاهدتكم حلقتنا اليوم. نشوفكم باكر إن شاء الله، وحياكم الله، وتصبحون على سعادة. وانت يعني ما بتسهرين بس يلا حياكم الله مشاهدينا الكرام. شكرا حبيبتي.